حصل غبن لأهالي محافظة نينوى وخصوصا الموظفين والمعلمين وبقية الكوادر الوظيفية. تمت الموافقة على صرف المبالغ الرواتب الإسمية فقط وليس الرواتب والمخصصات. لا ذنب للموظف أو المتقاعد أو كل من مسه هذا التنقيص، لا ذنب له بأن يكون بهجوم داعش على محافظة نينوى. الحكومة مسؤولة مسؤولية تامة على حماية المواطن وحماية ممتلكاته، وقرار رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء بأن يكون هناك إجازة إجبارية وأن الرواتب تكون مدخرة بذمة الحكومة. اليوم غبنوا موظفي محافظة نينوى بهذا القرار ولم يدفع لهم سوى الراتب الإسمي دون المخصصات.